بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم عن المكمل الغذائي زاو فيتامين دي 3 مع فيتامين كي 2 كبسول. يعمل هذا المكمل الغذائي على تعزيز صحة العظام والأسنان، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم مما يعزز كثافة العظام، ويساعد على نقل الكالسيوم للعظام والأسنان بدلا من أن يتراكم في الأنسجة الرخوة، مما يقلل تراكم الكالسيوم في الشرايين، مما يعزز صحة القلب ويعزز المناعة ويدعم وظائف الجسم العامة. الجرعة كبسولة واحدة يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 60 كبسولة. سعر العبوة 59 ريال 99 هللة، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.